السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة يا رب. النهاردة ان شاء الله هنعمل الفول، واحلى يعني الطريقة ان تعملوا الفول في بيتكم، ده احلى حاجة. انا بليت الفول كده، بليته بالليل، ايه الصبح ان شاء الله اول ما اقوم هروح اعمل ايه الفول. بسم الله الرحمن الرحيم. بص حبايبي، غسلت الفول كويس ونعحته، وبعد كده برضو غسلته تاني بعد النع. وهاي حبايبي شكله، حطه ايه في المية. احطه على البوتاجاز ياخد غلوة، وبعد كده احط الريمة. اكون بقى حضرت له ايه الحاجة اللي هنحطه. هاي كده تبقى فولة انتوا عاملينها في بيتكم وعارفينها، الفول مش مخلط عليه اي حاجة. انتوا لو حطيتوا حاجة عليه بتحطوا حاجة مغذية، حاجة عارفين مصدرها ايه. كده راح احطه على البوتاجاز. كده حبايبي بعد الفول ما غلى، حضرت كده يعني معلقتين عدس، وكده جزرايه ولمونية، وكم ايه واحدة تومة، وكده ايه طماطمايه. هحطهم بقى على الفول، يعني عدس وجزر وتوم وليمون وطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. كده دي اللونة، طماطم انا مطيه عليه، بس دلوقتي اعلي عليه عشان ياخد الغلو. من لما يستوي الفول هيكون الطماطم والعدس والثوم وكله ده يتهرب بعضه والشرب من بعضه كده، احلى حاجة الفول في البيت وانضف حاجة. وكده ضغط عليه الفول، خلص واستوى على اخره، والليمونه زي ما هي هكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد كده يا حبايبي الفول خلاص استوى بقى مية مية اهو، لسه الليمونه هي زي ما هي. بص السمك بتاع الفول عامل ازاي ده يا حبايبي، يعني ده ما شاء الله نص كيلو. بص ملا الحلة، يعني نص كيلو كفاية، بيعمل كمية حلوة قوي. والجزر والطماطم اللهم صل على سيدنا محمد، والعدس والثوم، يعني ايه كله فوايد وفي منتهى الجمال ان شاء الله عشان انتوا عاملينه في البيت. بص يا حبايبي هحطه كده في الطبق. بسم الله الرحمن الرحيم. بص عامل ازاي، منتهى الحلاوة. ممكن تعملوا فول بالصدق، ممكن تعملوا فول بالطحينة، ممكن تعملوا فول بالبيض، فول بالزيت الزيتون والليمون والكمون، يعني كذا صنف من الفول، وكله ما شاء الله يا حبايبي نص كيلو بس.
يا ريت لو الفول كده عجبكم يا حبايبي، يعني الفيديو كده لو عجبكم لايك وشير، واشكركم جدا جدا على ذوقكم الجميل وعلى الكومنتات الحلوة اللي بتشجعني، واشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.